بفقرة ضيف اليوم بصيرنا استقبل ضيفتي بالاستوديو زينلي أيوب. أهلا وسهلا فيك. اليوم عم نحكي عن معرض مئويتان بدوما، يعني مسقبين مئويتين، مئوية النبي جبران ومئوية دوما. حلو كتير هالاحتفال، هالمعنى، هالمغزى يلي رح تجربوا تحطوه بمعرض يشبه هالاحتفال أو هالحدث. أهلا وسهلا فيك بالأول. أهلا. هي الجمعية جمعية فتاة الوطن الدومانية، كمان من حييكم. كيف طلعت فكرة أنكم بهالذكرى تعملوا معرض لتخلدوا أو لنتعرف أكثر على دوما؟ هي جمعية فتاة الوطن الدومانية تأسست 1920، وبال 2020 كان مفروض نحتفل بهالمئوية، بس بسبب الكورونا والأحداث اللي كلنا منعرفها ما قدرنا. ومن شهرين انتخبت أنا الرئيسي لهالجمعية، وكنت أنا نائبة رئيسي لرئيسي كانت عهدها 36 سنة. حلو. وكنت عم بحضر بال 2019 لهالاحتفالية بالمئوية، وهلأ قدرنا نعملها بعد 3 سنين. بعدنا بالمئوية 3 سنين حد المية. والمطران أنطونيوس بشير هو يلي أول من ترجم كتاب جبران خليل جبران النبي من الإنجليزي للعربي. ومطران بشير هو من دوما، وهو كان الرئيس الفخري لهالجمعية بالوقت يلي كان هو مطران أمريكا الشمالية، وكان يدعمها كتير للجمعية. بهالمناسبة قلنا بنعمل مئوية في دوما. لأنه المطران بشير هو القاصد المشترك، ترجم هالكتاب النبي لجبران. مظبوط. ولأنه جمعية فتاة الوطن كان عندها مشغل، ومن ريع البيع تبع الأشغال الستات كانوا يعملوها، كانوا يقدموا كل المساعدات وتثقيف الفتاة إلى آخره من هالأشغال. بقى هلأ عم نجمع كل تراثنا وإرثنا يلي موجود بالبيت من ستاتنا عماتنا، لا نعرضهم بهالمناسبة اللي رح تكريما لهالأشخاص اللي رح بتصير بنهار السبت. معرض رح يتضمن، هلأ بنشوف كمان شو رح يتخللوا، بس هو الأساس فيه هو هالمعرض، هالأشغال يلي عم تنجمع من البيوت مثل ذكرى أوقات باقية لأشغال قديمة كانت تستعمل كمان هالأشغال لحتى يروح يعود ريعة ليدعم من يحتاج إلى هذا الدعم، إن كان من فتيات أو غيرهم. بشو بتتميز يعني هالأشغال يلي عم تجيبوه؟ يعني شو أكتر شي بيميزها؟ في عنا أشغال بسموها المجفر يلي هي كروشيه سنارة واحدة، وهن قمار بيجمعون بيعملون أغطي للتخوتي. هيدي دوما كتير مشهورة بهيدا النوع من الأشغال، وشغل الميلان، ورح ينعرضوا كل هدول بال. وهلا كثير رأيك بعد موجود منهم بدوما؟ موجود، بس كثير خف استعمالهم. يعني هلا الجيل ما بيستعملوه، صح؟ كثير تقال بالوزن ومنهم براتيك. يعني الحياه تغيرت طبعا، تغيرت كثير. يعني انا ورثتهم من ستي، اولادي ما بدهم اياهم، واصحابي نفس الشيء. رح يبقوا بس ذكرى. قد ايه واحد بيكون ممسك بهالقصص يلي يعني ممكن تتخيلي ستك عم تشتغلهم او امها، او يعني واحد بيقول ما بستعملهم، ما عادوا عمليين، بس هيدا تراثنا، يعني هيدي نكهتنا، نكهه دوما. خصوصا اذا انت واكبتيهم، كنت عايشه معهم، كنت طفله صغيره وشفتيهم عم بيشتغلوا. كنا نحن نهدي الصوف هن وعم بعد ما يغزلوا ليلفون كباكيب ليشتغلوا السناره. بقى كنا عايشين هيدا الجو، بس اولادنا ما بيعرفون ولا شافون، وما بهمهم هالشيء. رح يبقوا بالمتاحف. صحيح. المعرض هو رح يذكرنا بهيدا الشيء، رح ينعرضه، وفي ناس يمكن رح تسأل هيدا لشو بنستعمله، هيدا وين كانوا يحطوه، أو كل هالتفاصيل. صحيح.
بس بنستغرب انه بعد بيجي اشخاص بيزوروا يلي ساكنين برا وبيسالوا اذا عندنا نحن محل ارتيزانا بعده ببيع هالاشياء وبيسالوا عن الشراشف المطرزه الكروشيه الشالات عم نحاول to modernize هالأشغال بطريقة يصيروا يستعملوها عملية صح يصير شوية هيك موضة يعني بين رانرز بين أشياء للتليفون بس معمول كروشيه بس أشياء بيستعملوها هلأ 100% دي مدام أيوب شو رح يتخلل هالمعرض خليني أقول غير هالأشغال اليدوية مين المدعو عليه يعني كيف الاحتفالية رح بتكون الداعيين أكيد كل الجمعيات الثانية بالضايعة البلدية الكنائس المطارنة الإخوارنة ومن بيروت الجامعات الأصدقاء اللي بحبوا يشاركونا بهالاحتفالية لأنه كمان في قراءات من كتاب النبي يلي ترجموا المطران أنطونيوس بشير والكتاب يلي ترجموا أستاذ هنري صغيب نعم. بهالمناسبة بمناسبة المئوية عمل ترجمة جديدة بقى رح نعمل قراءات من أنطونيوس بشير وقراءات من كتاب هنري صغيب بحضوره شو اشتقنا لهالأجواء صراحة بكل اللي عم بيقطع علينا وعم نشوفه كتير اشتقنا فعلا بحاجة كأنه واحد صار عنده حاجة يعبي حاله من غير الأمور اللي عم بتصير حوالينا كنا منحب أنه تكون احتفالية على نطاق أوسع بس للأسف الأحداث اللي عم بتصير خلتنا نتريث أول شيء بعدين قلنا خلص منعمل بمن حضر واللي بيقدر يوصل على بهالإطار لأنه حرام نروح مئوية صح ونأجلها بعد 100% كمان عندي سؤال هيك سريع عن الجمعية اللي صار عمرها 103 سنين قليل الجمعيات اللي بتستمر كل هالوقت وبتقطع على رئيسات يعني بيكملوا نفس المسار أكيد هيدا تراكم سيرة يعني هيك تراكمية شو المخطط يعني لوين بدها توصل مين بدها تدعم مين بدها تحضن بمئة سنة خمس رئيسات أنا الخامسة شو حلو تشوفي قدي عهدهم طويل نحن بال 1999 افتتحنا بيت للمسنين وبالساعة 26 تخت وبالمنطقة كلها ما في شيء بكبره وبالخدمات يلي بيقدمها وهلأ صف كل التبرعات يلي بتجينا كل الأشياء اللي بنعملها لنجمع تبرعات هي دعم لبيت المسنين نعم هم هيدا هلأ هدفنا يلي منركز عليه وأكيد إذا في مساعدة تاني خصوصا بهالوضع صح ومنتشكر كل اللبنانية ببلدان الاغتراب يلي بعدهم بيفكروا فينا وبيبعتوا لنا كل هالتبرعات ليدعمونا تحيتنا إلى الدومانيين في الاغتراب إلى اللبنانيين المنتشرين طبعا لقلبهم على لبنان يعني بالرغم من كل يلي عم بيصير بحييك زينة لأيوب أهلا وسهلا فيك